لسه عبد الله، عبد الله السعيد صاحب الاداء العالي وصاحب اللمسات العاليه، مفيش كلام. اماميه وليد الكارتي يطلع كورته عاليه، وليد تعاد طاس المطانية، الكارتي والساندا والقطع من علي معلول، لسه طاس لوليد الكارتي، باصة محاولة من رمضان عالية فوق راسية عبد المنعم، لمسة قد علي حلوة، فخر الدين والتصويب والهدف، جول جول. الهدف الأول بقدم النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، تصويبة قوية أرضية من اللمسة الواحدة في البعيدة على يمين محمد الشناوي، عشان بيراميدز يتقدم الآن بهدف أول في الدقيقة 29 من الزكاة الدفاعية، الدربكة الدفاعية والراسية الساحرة من وليد الكارتي والوحدة خالص فخر الدين بن يوسف، عشان فريق بيراميدز يترجم على طول الهجمات الخطيرة على مرمى الشناوي ويسجل الآن الهدف الأول في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، والهدف الثالث لفخر الدين بن يوسف